ترك ترك المصريات راهم خدامين. ها شفت يعني زرت القطب العمراني نتاع زبانة ورحنا نشوف المنشآت التربوية من أجل تقليل الصعاب على المواطنين اللي ساكنين هذا القطب. هذا فيها تقريبا 40,000 وحدة سكنية، 40,000 وحدة سكنية، يعني كي نقولوش بقى 40,000 على خمسة، خمس أفراد في كل سكن، يعني 200,000 ساكن، 200,000 ساكن هي سكان، يعني في بعض الولايات أكثر من سكان ولاية، أكثر من سكان في ولايات مجاورة عدد سكانها 400,000. إحنا قطب واحد فيه 200,000 جماعة، قطب واحد فيه 200,000. قطب العمراني نتاع زبانة، وزارة السكن والعمران والمدينة خسرت عليه الآلاف من الملايير من الدينارات، أموال طائلة جماعة. سكن تاع لاديال يعني بالنوعية هذيك والإشغال التهيئة في منطقة صخرية، أنت راه أكسيدونتي بهذاك الوقت، والله ما تبنيه بسبعة 8 مليون دينار، والله ما تبنيه بسبعة 8 مليون دينار. واحسبوا أنتم 40,000 على 8 مليون دينار وطلعوا الحساب وعدكم. ولما يجيو يعني مواطنين ويقوموا ببناء محلات، يبني محل ويلصقوا في الباتيمون بنفس المواد، لدرجة أنك كون ما تكونش تعرف تظن أنه خالق مع الباطيم. وموش واحد يا جماعة هذاك اللي هضرنا عليه النهار هذاك، هذاك سوني كاني شونتيون، أدخلوا الفيسبوك وشوفوا واش طيح البارح رئيس البلدية مع الدرك الوطني، تعرفوا العدد المهول وتوسيعات أخرى بمختلف أنواع المواد اللي تعرفوها اللي ما تعرفوهاش، لدرجة أنه أن باتيمون أون إير بلوس نف إن سومي تور كيما يسميوها مخدومة بالماربر، يدير التوسعة نتاع الحانوت بالقصب، بالقصب بالقصب أجماع. أيعقل هذا؟ بوركوا أوني أون تران دو كلوشار دي زينوفيل؟ علاش؟ هاد الشيء هذا يسرى، اسمعوا لي مليح، هاد الشيء هذا كاع يسرى ومحلات أديان مغلقة، ما حبوش يشروها، ما حبوش يشروها، العديد من المحلات فارغة، عرضت للبيع في العديد من المرات، عزفوا عنها. اليوم اليوم لا ديال راهي تبيع بلا بروسيدير دو غري اغري، يعني بالتراضي البسيط. علاه هاد الإنسان هذا لازم يبني حانوت ويلصقوا في الباطيمة ويكلوا شار ديزي لوربانيزم تاع لا فيل ويرد الحي هذاك، يعني من اللي يكون الناس تحب تروح تسكن فيه على الأريحية نتاعو، على أنه مشروح، على أنه موجود في منطقة عالية، وعلى وعلى وعلى، حتى يصبح الإنسان كارهو من هجالة هذاك التوسعات العشوائية وهذا الناس اللي يديروا في الفوضى ويلتمال علاه. وروح شري حانوت من عند لوبيجي، روح شري حانوت من عند لوبيجي يا سي، جاوكم غاليين أرواحوا نشوفوا مع السيد، نجيبوا الرئيس المدير العام نتاع لاديال هنا، عفوا لاديال ماشي لوبيجي، نجيبوا السيد الرئيس المدير العام لهنا ونهضروا معاه لعل وعسى نجد حل، نطرحوا الاشكاليه الى السيد وزير السكن والعمران والمدينه، نطرحوا الاشكاليه للسيد الوزير ونطرحوا له الاشكاليه، وانا متاكد ان هذا الرجل كذلك سيستجيب بالايجاب، سيستجيب بالايجاب. تعرفوا بلي باش انسان خدوم للوطن خادم للمواطن والله ما عنده حتى حساب، ولكن دي زاكت كيما هذوك سي دي زاكت كريمينال، لا يليقون بتاتا، لا يليقون بتاتا ب يعني منطقة عمرانية كيما هذيك وبمدينة كيما وهران. فنطلب من الإخوة يعني التعالي على مثل هكذا تصرفات.